معكم هبة الحلو أميرة الملحوظ. اليوم إن شاء الله نقدم لكم قصيدة الأم إهداء للمكرم في الدورة السادسة لمهرجان الشباب الأستاذ إدريس الزيد. يلا تبارك الله، مرحبا. شكرا. تتعرفيه هذيك سكنا دابا شفت النشاط حنا دابا. تفضلي. آية في القرآن كاينة كتاب الرحمة بالوالدين إحسان، فيها كم المعاني، فيها هدي الله دير بها وطريق بينا. يا أمي يا روح راحتي وانتي يا حجارة، انتي زينة الأحباب بيك سروان صغير، انتي لمي ما بيك روحي وحياتي طربة. 9 شهور وانتي مكبرة وتقاسي العذاب، يا ريت ويا شوف المكتب حاطوا بينا الحباب، خوف عليك وفرحة بيك ونفستي وانا حداك، نمتي ما كنتي طالبة عامين وانتي ترضعيني لحلي بنسى من صديق رق وطاب، هو أكلي وشربي، هو أول قوت به ذاتي نالت مطربة. ما يعصاش مو يهينها أبدا إنسان، مو من طاع الرحمن وحده ما ليل وتالي، ومصدق برسول ربنا ومأمن بديننا. صوت رائع عجبين. تاريخ الزيت يعرف حسن منك.